وإلى إغلاق أسواق الأسهم الإماراتية خلال جلسة نهاية الأسبوع مع نهاية الشهر وأيضا خلال تداولات النصف الأول من العام، وأغلق مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعا ب 16% فوق مستوى 9060 نقطة في سوق العاصمة. أما بالنسبة لسوق دبي للأوراق المالية فقد أنهى المؤشر العام الأسبوع مرتفعا بنحو 0.5% عند مستوى 4030 نقطة كما نشاهد على الشاشة في هذا المؤشر.